بعتذر منكن لأني خربت لقاءكن السري هاد. لا تواخذوني. لقاء سري؟ ناندو شوفي تيابي، أنا كنت طالع من المحكمة بس شفت ميتري بالطريق لهيك وقفت شوي. حلو، شو هالصدفة الحلوة؟ بس شفت ماتري بالطريق لهيك وقفت؟ ها؟ طيب، وانتي وناندي شو عم تعملوا هون؟ يا ترى هي كمان صدفة ولا انتي كنتي عم تراقبيني؟ آشيش، يعني لو فعلا كنت عم راقبك كنت اجيت لوحدي وما جبت ابننا. بصراحة نانديش كان بده ياكل بوزة، بعدين قلت لحالي ليش ما منرجع سوا على البيت؟ بس ما خطر ببالي إنه يكون عندك خطط تانية. ما في هيك شي نانديني. ميتري، يا ريت ما تقولي شي. إذا ما حدا سألك ما تتدخلي بيننا. آشيش حبيبي. انت شو يلي صاير معك حبيبي؟ كيف انجرحت قول؟ صراحة انا كنت عم سوق وكان في مرة طلعت بوشي فجأة، وبعدين انا مشان ما اضرب المرة سحبت الفرام، ولاني كنت مسرع انضرب راسي بقوة. هذا اللي صار. حبيبي دير بالك على حالك، أنا بخاف عليك كتير، ما بدي إياك تتأذى، مشان انتبه على حالك. إيه؟ بابا، أكيد جرحك عم يوجعك. لا يا حبيب قلبي، الخالة ميتري ضمضت لي إياه، أنا منيح، شوف. حبيبي ليك، إذا لقاءك بميتري خلص هلأ، فينا نروح؟ إيه رايحين، يلا نانديش، إلا باي للخالة ميتري وبوسة. باي حبيبي. باي ماما. هذا كله بفضلك انت. شوفوا شو اشتريت. كل هاد؟ لشو كل هاد؟ معقولة انت؟ انا شايف انك رحت اشتريتي السوق كله. شو القصة قليلة؟ هذا عرس بنتنا لازم يكون مميز بالنسبة لفاسوندرا، هي بنت اخوها الوحيدة، لهيك كل شيء لازم يكون مميز، مو هيك اختي؟ ايوه، ايه اكيد، ليش لا؟ امي؟ انا شوفي كان بدي اقول انه عمتي مو رايقة بسبب مشكلتها مع بنتها نانديني.